بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدام على داعم الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم آمين رب العالمين. كنا قد تناولنا في حلقات سابقة الأدلة القرآنية على شرعية وجوازية زيارة قبر النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم وزيارة قبور الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، وتناولنا أيضا جواز وشرعية البناء بناء قبورهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، وبينا بأن البشرية طبعت على تقديس إعطاء المكان المناسب لأولئك الذين كان لهم أثر كبير في إصلاح البشرية، وجعل هذه البشرية تسير على الطريق القويم الذي يوصل إلى رضا الله سبحانه وتعالى. كما تعلمون أنه ليس فقط قبور أئمة البقيع عليهم أفضل الصلاة والسلام تعرضت للتهديم في عداء واضح من قبل أولئك الذين عدوا العدة لهذا الهدم، في عداء واضح لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وفي الواقع عداء للمصلحين الذين انتجبهم الله سبحانه وتعالى ليكونوا نواة لإصلاح البشرية وإيصالها للطريق الذي يوصل إلى أرض الله سبحانه وتعالى. وأيضا كربلاء المقدسة تعرضت لهذا الاعتداء، وكان هذا الاعتداء من قبل أعداء الله وأعداء الإنسانية. وحقيقة المؤرخون، لعله ابن بشر النجدي في مؤلفه المتعلق بالهجوم على كربلاء، يذكر بعض الإحصائيات عنوة وعداء لأهل البيت ولأتباع مذهب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. طبعا يقول في شهر ذي القعدة في سنة 1216 من الهجرة المباركة، عام 1801 بالضبط في 24 في 20 نيسان عام 1801 ميلادية، كان الهجوم على كربلاء. طبعا تصوروا جدران كربلاء بهذا التاريخ، كان الناس كما تعلمون قد غادروا لزيارة مرقد أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، باعتبار كان يعني الأيام على أبواب زيارة الأمير في يوم الغدير، يوم عيد الغدير، فاستغلوا هذا الوقت وهجموا على كربلاء بأعداد كبيرة، تصوروها ودخلوا إلى كربلاء. وهذا نفسه يذكر، ابن بشر النجدي يقول بنص العبارة يقول: دخلنا كربلاء وقتلنا أهلها وأخذنا أهلها، بهذا بنص هذه العبارة. وطبعا نحن الآن في القرن 21، شهدنا أناس لا حرجة لهم في الدين، وقد أقدموا على تهديم قبور الإمامين العسكريين في سامراء المقدسة، وأقدموا أيضا على تهديم المنائر التي في أيضا في مرقد الإمامين العسكريين بحادثة ثانية بعد حادثة تفجير وتهديم قبة الإمامين العسكريين. بعد فترة قدموا بتفجير غادر منار عتبتين عسكريتين، القوم أبناء القوم حقيقة. وأنا أسلفت في حلقة سابقة قلت أن داعش نسفوا إنسانيتهم فضلا عن دينهم، ولم يتورعوا عن فعل أي محرم في سبيل الوصول إلى غاياتهم الدنيئة، والتي هي منشأها العداء لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. وهذا في الواقع أيضا يعني استتبعه قضية الاعتداء على المواطنين في العراق والنيل منهم. وطبعا مع الأسف هؤلاء تكون لديهم هكذا أفكار وفي القرن 21، ولكن سبحان الله كان لهم جلاد قوي من قبل المؤمنين واجهوهم،
وحقيقة كانت الضربة القاضية في كربلاء، وأقصد الضربة القاضية في كربلاء أي أولئك المجاهدين نهلوا من كربلاء ونهلوا من النجف ونهلوا من الكاظمين ونهلوا من العسكريين، نهلوا المبادئ الحقة في مواجهة أولئك الذين أقدموا على هذه الأفعال المشينة. طبعا أخواني وعزتي، هؤلاء لا يبقى لهم أثر بموعد من الله سبحانه وتعالى. كل من يعادي أهل البيت، أهل بيت النبوة عليهم أفضل الصلاة والسلام، فمصيره الخذلان والخزي في الدنيا قبل الآخرة. وأنا في الواقع لعله خصصت هذه الحلقة للحديث عن أولئك الذين أقدموا على جريمتهم الشنعاء، لا سيما ونحن نعيش اليوم 8 شوال ذكرى تهديم قبور أئمة البقيع عليهم أفضل الصلاة والسلام، هذه الفاجعة التي صدعت قلوبنا واستتبعها أيضا فاجعة تهديم قبور الإمامين العسكريين. طبعا أيضا أخواني قبور الصحابة في سوريا أيضا فجرت من قبل أولئك اللعناء داعش ومن لف لفهم، قبر الصحابي عمار بن ياسر رضوان الله عليه وقبر حجر بن عدي رضوان الله عليه أيضا نالت يد الغدر، نالت هذين القبرين الشريفين لأولئك الصحابة الطاهرين الذين ساروا بنهج أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما رضيه ويوفقنا لنفهم ما هي قيمة أهل البيت وما هي مكانة أهل البيت لتوضع في الموضع المناسب ولتقدس ولتحترم، لننال بذلك رضا الله سبحانه وتعالى ولننال شفاعتهم إن شاء الله يوم تنصب الموازين. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين.